أحسن الله إليكم الشيخ. يقول سائل في سؤاله: إذا جهل الإنسان شيء من أمور العقيدة أو أنكر شيئا من الشريعة جاهلا، فهل يؤاخذ على ذلك مثل العمد؟ بينوا لنا ذلك. أما أمور العقيدة فهي أمور واضحة في الكتاب والسنة، لا يسع أحدا جهلها. بلغه القرآن وبلغته السنة، قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن وهو عربي يفهم الكلام العربي فإنه يعرف وجوب التوحيد وإخلاص العبادة لله، ويعرف النهي عن الشرك وبطلان الشرك من صريح القرآن من صريح السنة. هذا لا يسع أحدا بلغه القرآن أن يجهل العقيدة وأن يجهل ما يضادها ويفسدها، ولو على سبيل الإجمال، ولو لم يعلم ذلك على سبيل التفصيل. وأما أمور الشريعة الباقية، الأمور الخفية التي هي محل للاجتهاد والاستغراء الوسع، فهذه يعذر الإنسان فيها حتى يتبين له الحق ويتبين له الصواب. نعم.